الأكلة الحلوة تستاهل نروح لها بلاد، وعلشان كده حبيت أكل سمك فقررت أروح إسماعيلية. مطعم اسمه الصلاة على النبي من أشهر المطاعم هناك. المكان شيك واسع جدا، دخلنا وطلبنا الأوردر. نزلت السلطات وبعدها جت شوربة السيفود، كانت حلوة جدا. البلطي في إسماعيلية يا جماعة اسمه شبار، طلبنا منه سمكة مشوية، التتبيلة بتاعتها كانت حلوة جدا، وتحس السمك كده فريش كأنه لسه طالع من البحر. الصبيت أو الصوبيا بقى غير أي مكان دقتوه قبل كده، تتبيلة مميزة قوي ومقرمش كده بيدوب في البق، يعني حاجة تانية خالص. كمان طلبنا سمك فيليه كان مقرمش وحلو جدا. آخر حاجة بقى جربناها كان الجمبري البتر فلاي، تحس إنه هيغمى عليك من جمال الخلطة بتاعته.